في بلد يعشق كرة القدم يخرج هؤلاء الشبان عن طوق الرياضات التقليدية بحثا عن التشويق والمتعة التي توفرها رياضات أخرى. حركات الإحماء هذه مهمة قبل بدء حصة جديدة من التدريبات على هذه الرياضة الحديثة العهد في قطاع غزة. عدد من يمارسها قليل، وقد تعرفوا إليها بفضل نشطاء بريطانيين متضامنين مع القضية الفلسطينية. من الأول قبل ما تيجي الرياضة على القطاع وكنا نتفرج عليها عن طريق اليوتيوب، حبيناها بس ما قدرنا نمارسها لحتى ما أجل المؤسسة البريطانية وقامت بعمل الرام بلنا واهتمينا بالرياضة وحبيناها. بالنسبة إلى بعض من يمارسها، تتماهى خطورة هذه الرياضة مع خطورة الأوضاع التي يعيشها فلسطيني القطاع المحاصرون داخل بقعة جغرافية ضيقة. هي طبعا رياضة خطيرة في البداية وحياتنا كلها خطر، فاضطريت ألعبها من منظوم حياة، إنها يعني مش إنها رياضة بس، إنها هذه هي حياتي. حداثة معرفة الشبان بالرياضة وقلة خبرتهم أديا إلى إصابة أحدهم بكسور، وفي حالة هذا الفتى تسببت التجهيزات الرديئة في ميدان التدريب بإصابته. نزلت من فوق وميلت غلطة في في الرام، في كانت شاكفة مكسورة فوقعتني وانكسرت. وكغيرها من الرياضات الحديثة في غزة، تفتقر رياضة التزلج على الألواح للدعم والتشجيع، ويتمنى هؤلاء الشبان أن يحظوا برعاية ما وصولا إلى مستويات احترافية يتمنون بلوغها في أقرب الأجل. سامي سهمود، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.